السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة يوميات سيدتي. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وفكرة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي ناخدكم معايا في واحد نسخة المشتل المركب، اللي هو بطبيعة الحال حدا النص يعني المركب الاستشفائي محل حسن الثاني اللي فرق صفرو، يعني مؤمن مشتل اللي يستحق انه يزار بطبيعته. يعني صراحة غزال غزال بزاف، من احسن المشاتل اللي انا زرتها هنا في فاس. فيه بزاف ديال يعني انواع ديال النباتات، وكذلك يمتاز بواحد يعني نوع اخر من الاعمال، اللي هو هذه الاعمال اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كيصايبوا طبيلات، يصايبوا يعني ديبو، ومهم داكشي غزال غزال. فيه ما نطولش عليكم الهضره، وغادي نخليكم تمتعوا بهذه المناظر اللي انا تمتعت بها الصراحه وعجبتني. نتمنى الفيديو يعجبكم وتبقاو لنهايه الفيديو. الى اللقاء.
إذن هكا النزهة ديالنا في مشتل المركب سالات. خديت من عنده هاد ليبو هادو، هاد الغريسات هكا باللونات مزيونين، حتى ليبو هكا باللوان، عنده أنواع كتير كتير. أنا خديت هادو مستطيلين بهاد الشكل هكا باش نديرهم في الشرجم. وخديت حوايج واحد آخرين، يعني ديبو اللي درتهم برا في الدراسة، فرصة أخرى إن شاء الله ونعاود نصورهم لكم. هادو هما وجدو وحطيتهم هكا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم وعطيتكم فكرة على واحد من بين البلايصات اللي مزيونين، يعني اللي يمكن الواحد واخا يعني حتى كما كنقولوا اللي ما شريت نزه يبدل الجو فيه ويشوف نباتات واشكال مختلفه. وهكا نبقى لي نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير، وما تنساوش تنضموا لقناتي وتبارطاجوا مع اصدقائكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.